الجمهورية العربية السورية، وزارة التربية، منهاج الصف التاسع، كتاب الفيزياء والكيمياء، تقدمت مبادر الضوء، بصوت عبد الخالق عامر دبرني. الوحدة التعليمية الثانية، الميكانيك والطاقة. يتضمن هذا التسجيل الدرس الثالث، توازن جسم صلب، أي من الصفحة 52 إلى الصفحة 61. الدرس الثالث، توازن جسم صلب. عند تصميم الجسور يقوم المهندسون بدراسة القوى المؤثرة على هذا الجسر بحيث تحقق هذه القوى توازن الجسر. كيف يتحقق هذا التوازن؟ مركز ثقل الجسم الصلب. أجرب وأستنتج. أدوات التجربة، قطعة خشب مستوية غير منتظمة الشكل مثقبة بعدة ثقوب على محيطها، مسامير، خيط مسمار، حامل شاقولي معدني، حقيبة الميكانيك. خطوات العمل، 1، أعلق قطعة الخشب من أحد الثقوب بمحور أفقي ثابت بحيث تكون حرة الحركة. ماذا ألاحظ؟ 2، أعلق خيط المطمار بنقطة التعليق ذاتها. ماذا ألاحظ؟ 3، أرسم على سطح قطعة الخشب خطا مستقيما منطبقا على خيط المطمار. 4، أزيح قطعة الخشب وأتركها. ماذا ألاحظ؟ 5، أكرر الخطوات السابقة بتغير ثقب تعليق قطعة الخشب. ماذا ألاحظ؟ 6، أثقب قطعة الخشب في نقطة تلاقي المستقيمات السابقة وأعلق قطعة الخشب من تلك النقطة، ثم أزيح قطعة الخشب عن وضعها السابق وأتركها. ماذا ألاحظ؟ 7، أقترح اسما لنقطة تلاقي المستقيمات السابقة. أستنتج، 1، نقطة تلاقي المستقيمات تسمى مركز ثقل الجسم الصلب. 2، مركز ثقل الجسم الصلب هو مركز توازن هذا الجسم. نشاط، ألاحظ أشكال الأجسام المتجانسة والمتناظرة الآتية، ثم أجيب. توضيح، الأشكال هي قطعة مستقيمة ومستطيل ومربع ودائرة. انتهى التوضيح. 1، أحدد مركز التناظر لكل من الأشكال السابقة. 2، أدل على مركز ثقل كل من الأجسام السابقة. ماذا ألاحظ؟ 3، أعلق الأجسام بمحور يمر من مراكز ثقلها. ماذا ألاحظ؟ أستنتج، مركز ثقل السلك يقع في منتصفه، بينما مركز ثقل المستطيل والمربع والدائرة يقع في نقطة تلاقي أقطارها. 2، ينطبق مركز الثقل على مركز تناظر الجسم. نتيجة، 1، مركز ثقل الجسم المتجانس والمتناظر ينطبق على مركز تناظره. 2، مركز ثقل الجسم هو مركز توازن هذا الجسم. نشاط، أين يقع مركز ثقل كل من الأجسام الآتية؟ توضيح، الأجسام التالية هي كرة ودولاب سباحة وأسطوانة ومسطرة. انتهى التوضيح. الحل، مركز الثقل للمسطرة يقع في منتصفها، مركز الثقل للكرة والحلقة والأسطوانة يقع في نقطة تلاقي أقطارها. توازن جسم صلب. نشاط، ألاحظ الشكل المجاور ثم أجيب. توضيح، الشكل المجاور هو طاولة وعليها كتاب، يتأثر الكتاب بقوتين، قوة R تتجه نحو الأعلى وقوة W تتجه نحو الأسفل. انتهى التوضيح. 1، ما القوة التي يخضع لها الكتاب على سطح الطاولة؟ القوة التي يخضع لها الكتاب على سطح الطاولة هي قوة ثقله وتكون شاقولية نحو الأسفل وهي W، وقوة رد الفعل وتكون شاقولية نحو الأعلى وهي R. 2، أفسر سبب توازن الكتاب على سطح الطاولة. سبب توازن الكتاب على سطح الطاولة لأن شدة قوة رد الفعل تساوي شدة ثقل الكتاب، أي أن محصلة القوى المؤثرة في الكتاب معدومة. 3، إذا كانت شدة ثقل الكتاب 1.5 نيوتن، ما شدة قوة رد الفعل الطاولة R؟ إن قوة ثقل الكتاب تساوي قوة رد الفعل، أي R تساوي W وتساوي 1.5 نيوتن. أستنتج،
يبقى الكتاب على سطح الطاولة متوازنًا ساكنًا، لأن شدة قوة رد الفعل تساوي شدة ثقل الكتاب، أي أن محصلة القوى المؤثرة في الكتاب معدومة. نشاط 1. في الشكل المجاور القرص يمكنه أن يدور حول محور دوران دلتا عموديًا على مستويه ومارًا من مركزه، ويخضع لقوة F1 شعاع F2 شعاع، بحيث F1 تساوي 15 نيوتن، F2 يساوي 30 نيوتن، D1 تساوي 20 سنتيمتر، D2 يساوي 10 سنتيمتر. توضيح: الشكل المجاور هو قرص مركز ثقله في المنتصف، ويتأثر بقوتين، القوة F2 شعاع تبعد عن مركز الثقل مسافة D2 نحو اليسار، وتكون جهة القوة للأسفل، والقوة F1 تبعد عن مركز الثقل مسافة D1 تقع على يمين القرص، وتكون جهتها إلى الجنوب الشرقي من القرص. انتهى التوضيح. 2. احسب عزم القوة F1 شعاع حول محور الدوران دلتا. الحل: D1 تساوي 20 سنتيمتر على 100 وتساوي 0.2 متر، جاما 1 تساوي سالب F1 ضرب D1 وتساوي سالب 15 ضرب 0.2 وتساوي سالب 3 متر ضرب نيوتن. 3. احسب عزم القوة F2 شعاع حول محور الدوران دلتا. الحل: D2 تساوي 10 سنتيمتر تقسيم 100 وتساوي 0.1 متر، جاما 2 تساوي موجب F2 ضرب D2 وتساوي 0.1 ضرب 30 وتساوي 3 متر ضرب نيوتن. 4. ماذا أستنتج؟ الحل: مجموع القوى المؤثرة على القرص تساوي جاما 1 زائد جاما 2 وتساوي سالب 3 زائد 3 وتساوي 0 متر ضرب نيوتن، ومنه يبقى القرص ساكن لأن محصلة عزوم القوى المؤثرة في القرص معدومة. أستنتج: يبقى القرص متوازنا لأن عزم القوة F1 شعاع يساوي عزم القوة F2 شعاع. 2. أي أن محصلة عزوم القوى المؤثرة في القرص معدومة. نتيجة: شرط توازن جسم صلب. 1. شرط التوازن الانسحابي: تنعدم محصلة القوى الخارجية المؤثرة فيه مجموع F شعاع تساوي 0 شعاع. 2. شرط التوازن الدوراني: تنعدم محصلة عزوم القوى الخارجية المؤثرة فيه مجموع جاما تساوي 0. تطبيق المحلول: في لعبة شد الحبل كانت شدة قوة كل من الفريق الأول زينة F1 تساوي 130 نيوتن، صلاح F2 تساوي 160 نيوتن، مازن F3 وتساوي 155 نيوتن، الفريق الثاني فيروز F4 تساوي 135 نيوتن، سمير F5 تساوي 160 نيوتن، مراد F6 وتساوي 150 نيوتن. يطلق الحكم صافرة البداية، ويأخذ كل فريق بشد الحبل إلى جهته، والمطلوب: أحسب 1. شدة محصلة قوى الفريق الأول. 2. شدة محصلة قوى الفريق الثاني. 3. شدة محصلة القوى الكلية. ماذا نستنتج؟ الحل: 1. شدة محصلة قوى الفريق الأول، قوى الفريق الأول على حامل واحد وبجهة واحدة، F تساوي F1 زائد F2 زائد F3 وتساوي 130 زائد 160 زائد 155 وتساوي 445 نيوتن. 2. شدة محصلة قوى الفريق الثاني، قوى الفريق الثاني على حامل واحد وبجهة واحدة، F2 تساوي F4 زائد F5 زائد F6 وتساوي 135 زائد 160 زائد 150 وتساوي 445 نيوتن. 3. القوتان F شعاع و F2 شعاع على حامل واحد وبجهتين متعاكستين، فتكون شدة محصلتهما تساوي
اف تساوي اف فتحة زائد اف فتحتان وتساوي 445 ناقص 445 وتساوي 0 نيوتن. نستنتج: تبقى الحلقة متوازنة ساكنة بسبب انعدام محصلة القوى الخارجية المؤثرة فيها توازن انسحابي. تطبيق محلول: قرص متجانس تؤثر فيه ثلاث قوى F1 شعاع و F2 شعاع و F3 شعاع في النقاط A و B و C كما في الشكل المجاور. شدة كل منها على الترتيب 45 نيوتن و 50 نيوتن و 100 نيوتن. والمطلوب: 1- حدد طول ذراع كل من القوى السابقة. 2- احسب عزم كل من القوى الموضحة في الشكل. 3- احسب العزم المحصل للقوى المؤثرة على القرص. 4- ماذا تستنتج؟ توضيح: الشكل المجاور عبارة عن قرص تتوضع عليه ثلاث حمولات، وهي الحمولة أو القوة F1 وتقع على يمين القرص وتتجه للأسفل وتبعد عن مركز القرص مسافة 5 سنتيمتر حسب المسطرة المتوضعة أسفل القرص، ويخضع القرص أيضا لتأثير القوة F2 وجهتها للأسفل وتبعد عن مركز القرص مسافة 2.5 سنتيمتر وتتوضع أيضا على يمين مركز ثقل القرص، ويتأثر القرص أيضا بالقوة F3 التي تقع على يسار مركز ثقل القرص وتبعد عن المركز مسافة 3.5 سنتيمتر. انتهى التوضيح. الحل: 1- من الشكل نجد دي 1 تساوي 5 سنتيمتر وتساوي 0.05 متر، دي 2 وتساوي 2.5 سنتيمتر وتساوي 0.025 متر، دي 3 وتساوي 3.5 سنتيمتر وتساوي 0.035 متر. 2- شدة عزم القوة F1، جاما 1 تساوي دي 1 ضرب F1 وتساوي 0.05 ضرب 45 وتساوي 2.25 متر ضرب نيوتن. وبما أن القوة تدور القرص بجهة دوران أقارب الساعة فقيمة العزم سالبة، أي جاما 1 تساوي سالب 2.25 متر ضرب نيوتن. شدة عزم القوة F2 شعاع، جاما 2 تساوي دي 2 ضرب F2 وتساوي 0.025 ضرب 50 وتساوي 1.25 متر ضرب نيوتن. وبما أن القوة تدور القرص بجهة دوران عقارب الساعة فقيمة العزم سالبة، أي جاما 2 تساوي سالب 1.25 متر ضرب نيوتن. شدة عزم القوة F3 شعاع، جاما 3 تساوي دي 3 ضرب F3 وتساوي 0.035 ضرب 100 وتساوي 3.5 متر ضرب نيوتن. وبما أن القوة تدور القرص بعكس جهة دوران عقارب الساعة فقيمة العزم موجبة، أي جاما 3 تساوي 3.5 متر ضرب نيوتن. 3- حساب محصلة عزم القوى الخارجية المؤثرة في القرص، جاما تساوي جاما 1 زائد جاما 2 زائد جاما 3 وتساوي سالب 2.25 ناقص 1.25 زائد 3.5 وتساوي 0 متر ضرب نيوتن. 4- الاستنتاج: يبقى القرص ساكنا متوازنا بسبب انعدام محصلة عزوم القوى الخارجية المؤثرة فيه توازن دوراني. أنواع توازن الجسم الصلب: أجرب وأستنتج. أدوات التجربة: حقيبة الميكانيك. خطوات العمل: 1- أعلق المسطرة المثقبة شاقوليا إلى محور دوران أفقي ثابت يمر من نقطة في طرفها العلوي، ماذا ألاحظ؟ 2- أحدد موضع مركز الثقل C بالنسبة لنقطة التعليق O. 3- أزيح المسطرة عن وضع توازنها الشاقولي قليلا وأتركها، ماذا ألاحظ؟ 4- أدور المسطرة بدءا من وضع التوازن الشاقولي بزاوية 180 درجة بحيث يصبح مركز الثقل فوق نقطة التعليق O وعلى شاقول واحد وأتركها، ماذا ألاحظ؟ 5- أزيح المسطرة قليلا عن وضع توازنها السابق وأتركها، ماذا ألاحظ؟ 6- أعلق المسطرة من محور دوران مار من مركز ثقلها وأتركها، ماذا ألاحظ؟ 7- أزيح المسطرة عن وضع توازنها السابق وأتركها، ماذا ألاحظ؟ توضيح: تترافق هذه التجربة مع شكل يحتوي على الشكل A
وهو مسطرة، مركز ثقلها في الوسط سي، ومعلقة على محور دوران أفقي يمر من نقطة في طرفها العلوي وهي O، بحيث ينجم عن هذه النقطة رد فعل R متجه إلى الأعلى. والشكل B، مسطرة مركز ثقلها في الوسط سي، ومعلقة على محور دوران أفقي يمر من نقطة في طرفها السفلي. الشكل C، مسطرة مركز ثقلها في الوسط في النقطة سي، ومعلقة على محور دوران أفقي يمر من نقطة ثقلها في نفس النقطة سي. أستنتج أنواع التوازن الدوراني للجسم الصلب. 1- التوازن المستقر، هو التوازن الذي يكون فيه محور دوران الجسم الصلب فوق مركز ثقله وعلى شاقول واحد، وإذا أزيح الجسم قليلا عن وضع توازنه يعود إلى وضعه الأصلي. 2- التوازن القلق، هو التوازن الذي يكون فيه محور دوران الجسم الصلب تحت مركز ثقله وعلى شاقول واحد، وإذا أزيح الجسم قليلا عن وضع توازنه يدور بحيث يعود إلى وضع التوازن المستقر. 3- التوازن المطلق، هو التوازن الذي يكون فيه محور دوران الجسم الصلب منطبقا على مركز ثقله، وإذا أزيح الجسم عن وضع توازنه يبقى متوازنا في الوضع الجديد. نشاط، أحدد نوع توازن الأجسام في كل من الصور الآتية. الصورة الأولى هي لعبة الدولاب الهوائي في مدينة الملاهي، نوع التوازن فيها هو توازن مطلق. الصورة الثانية هي صورة فانوس، والتوازن فيه هو توازن مستقر. الصورة الثالثة هو لعبة البلبل، والتوازن فيه هو توازن القلق. تعلمت: 1- مركز ثقل الجسم المتجانس والمتناظر ينطبق على مركز تناظره. 2- مركز ثقل الجسم هو مركز توازن هذا الجسم. 3- شرط توازن جسم صلب. 1- شرط التوازن الانسحابي، تنعدم محصلة القوى الخارجية المؤثرة فيه. 2- شرط التوازن الدوراني، تنعدم محصلة عزوم القوى الخارجية المؤثرة فيه. 4- التوازن المستقر، هو التوازن الذي يكون فيه محور دوران الجسم الصلب فوق مركز ثقله وعلى شاقول واحد. 5- التوازن القلق، هو التوازن الذي يكون فيه محور دوران الجسم الصلب تحت مركز ثقله وعلى شاقول واحد. 6- التوازن المطلق، هو التوازن الذي يكون فيه محور دوران الجسم الصلب منطبقا على مركز ثقله. أختبر نفسي. السؤال الأول، حدد العبارة المغلوطة في كل مما يأتي مع التعليل. 1- يتوازن جسم صلب انسحابيا إذا انعدمت محصلة القوى الخارجية المؤثرة فيه. الإجابة صحيحة. 2- يكون توازن مروحة معلقة إلى سقف الغرفة قلقا. الإجابة خاطئة. والتصحيح هو: يكون توازن مروحة معلقة إلى سقف الغرفة مستقرا. 3- مركز ثقل الجسم صلب هو إحدى نقاط الجسم دوما. الإجابة خاطئة. والتصحيح هو: مركز ثقل الجسم صلب قد يكون خارج الجسم. توضيح: من الممكن أن نقول مركز ثقل الجسم صلب هو إحدى نقاط الجسم أحيانا. انتهى التوضيح. 4- يكون توازن الناعورة مستقرا. الإجابة خاطئة. والتصحيح هو: يكون توازن الناعورة مطلقا. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. 1- توازن المصباح المعلق في سقف الغرفة هو توازن A قلق، B مستقر، C مطلق، D مطلق ومستقر معا. الإجابة هي B مستقر. 2- القوة التي تعاكس ثقل الجسم موضوع على طاولة وتجعله ساكنا هي قوة A رد الفعل، B مقاومة الهواء، C الاحتكاك، D التوتر. الإجابة الصحيحة هي A رد الفعل. 3- يكون توازن لاعب السيرك الذي يقف على حبل مشدود معلق بين نقطتين A قلقا، B مستقرا، C مطلقا، D مطلقا ومستقرا معا. الإجابة هي A قلقا. السؤال الثالث، حل المسائل الآتية. المسألة الأولى، يجلس طفلان في أحد طرفي أرجوحة التوازن المبينة في الشكل. كتلة الأول 20 كيلوغرام على بعد 1.5 متر من محور الدوران، والثاني كتلته
15 كيلوغرام على بعد 2 متر من محور الدوران. على أي بعد يجب أن يجلس الطفل الثالث كتلته 30 كيلوغرام في الطرف الآخر من الأرجوحة بحيث يتحقق التوازن؟ بفرض أن تسارع الجاذبية الأرضية G تساوي 10 متر ضرب ثانية أس سالب 2. الحل: شرط التوازن الدوراني مجموع جاما يساوي 0، أي جاما 1 زائد جاما 2 زائد جاما 3 تساوي 0، ومنه D1 ضرب F1 زائد D2 ضرب F2 ناقص D3 ضرب F3 وتساوي 0، ومنه D1 ضرب W1 زائد D2 ضرب W2 ناقص D3 ضرب W3 تساوي 0، ومنه D1 ضرب M1 ضرب G زائد D2 ضرب M2 ضرب G ناقص D3 ضرب M3 ضرب G وتساوي 0، ومنه 1.5 ضرب 20 ضرب 10 زائد 2 ضرب 15 ضرب 10 ناقص D3 ضرب 30 ضرب 10 وتساوي 0، ومنه 300 زائد 300 ناقص 300 ضرب D3 وتساوي 0، ومنه 600 ناقص 300 ضرب D3 وتساوي 0، ومنه 600 تساوي 300 ضرب D3، ومنه D3 تساوي 600 تقسيم 300 وتساوي 2 متر. المسألة الثانية: ساق أفقية متجانسة AB طولها 2 متر قابلة للدوران حول محور دلتا عمودي على مستويها ومار من منتصفها، تخضع للقوى الآتية: F1 تساوي 20 نيوتن، F2 تساوي 10 نيوتن، F3 تساوي 5 نيوتن كما في الشكل. توضيح: الشكل هو ساق أفقية تمتد من النقطة A إلى النقطة B، وتتأثر النقطة B بقوة F1 تشكل مع الساق زاوية 30 درجة وتتجه إلى الأعلى، وتؤثر على الساق القوة F2 وهي عمودية على النقطة A ومتجهة إلى الأعلى، وتتأثر الساق أيضا بالقوة F3 وهي عمودية على النقطة دلتا ومتجهة إلى الأسفل. انتهى التوضيح. والمطلوب: 1. احسب طول ذراع كل قوة من هذه القوى. 2. احسب عزم كل قوة من هذه القوى حول محور الدوران. 3. احسب محصلة عزوم القوى المؤثرة في الساق. 4. اعد حل الطلبين 2 و3 إذا عكسنا جهة القوة F2. 5. هل تدور الساق في كل من الحالتين السابقتين؟ علل ذلك. الحل: D2 تساوي 1 متر وهو البعد بين النقطة A والنقطة دلتا. D1 تساوي 0.5 متر. توضيح: تم حساب D1 عن طريق أخذ مستقيم من النقطة دلتا بحيث يعامد شعاع القوة F1، فيتشكل لدينا مثلث قائم لديه زاوية تساوي 30، ومن القانون ساين الزاوية تساوي المقابل على الوتر، فإن ساين 30 تساوي D1 على 1، ومنه D1 تساوي 0.5 متر. انتهى التوضيح. D3 تساوي 0 متر. 2. عزم كل قوة من هذه القوة حول محور الدوران. جاما 1 تساوي D1 ضرب F1 وتساوي 0.5 ضرب 20 وتساوي 10 متر ضرب نيوتن. جاما 2 تساوي سالب D2 ضرب F2 وتساوي سالب 1 ضرب 10 وتساوي سالب 10 متر ضرب نيوتن. جاما 3 تساوي D3 ضرب F3 وتساوي 0 ضرب 5 وتساوي 0 متر ضرب نيوتن. 3. محصلة عزوم القوى المؤثرة في الساق مجموع جاما تساوي 10 ناقص 10 وتساوي 0 متر ضرب نيوتن. 4. إذا عكسنا جهة القوة F2 فإن عزم كل قوة من هذه القوة حول محور الدوران يساوي جاما 1 تساوي D1 ضرب F1 وتساوي 0.5 ضرب 20 وتساوي 10 متر ضرب نيوتن. جاما 2 تساوي D2 ضرب F2 وتساوي 1 ضرب 10 وتساوي 10 متر ضرب نيوتن. جاما 3 تساوي D3
ضرب اف 3 وتساوي 0 ضرب 5 وتساوي 0 متر ضرب نيوتن. أما محصلة عزوم القوة المؤثرة في السائق، إذا عكسنا جهة القوة اف 2 فإن السائق تدور باتجاه الموجب، لأن مجموع جاما تساوي 10 زائد 10 وتساوي 20 متر ضرب نيوتن. 5. هل تدور السائق في كل من الحالتين السابقتين؟ علل ذلك. في الحالة الأولى تبقى السائق ساكنة لانعدام محصلة عزوم القوى الخارجية، أما في الحالة الثانية تدور السائق عكس دوران عقارب الساعة لأن محصلة عزوم القوى الخارجية ليس معدوم وهو موجب. المسألة الثالثة، قوتان متلاقيتان في النقطة O، الزاوية بين حامليها 120 درجة وشدة كل منهما 40 نيوتن. المطلوب: 1. مثل القوتين السابقتين باستخدام مقياس مناسب للرسم، ثم استنتج شدة محصلة هاتين القوتين. 2. حدد بالكتابة والرسم عناصر القوة الثلاثة التي تتوازن مع القوتين السابقتين. الحل: نرسم القوتان F1 وF2 متلاقيتان في النقطة O، وتكون الزاوية بينهما 120 درجة. نكمل الشكل إلى متوازي أضلاع، ويكون القطر الممتد من النقطة O إلى الرأس المقابل هو محصلة القوتين F1 وF2 وتساوي 40 نيوتن. 2. عناصر القوة F3 التي تتوازن مع القوتين السابقتين. عناصر القوة F3 هي نقطة التأثير O المشتركة للقوتين. الحامل قطر متوازي الأضلاع مار من O تعاكس جهة القوة F محصلة القوتين F1 وF2. شدتها F3 تساوي F وتساوي 40 نيوتن. انتهى التسجيل.